الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. سنن أبي داود، كتاب الطب، كيف الرقى، روى المصنف بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، عيمر بن مالك وقيل ابن عامر، نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، ربنا أنت الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء، قال: تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، يعني حوبنا يعني خطايانا أو الإثم وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الحديث أخرجه النسائي وخرجه من حديث محمد بن كعب القرضي عن أبي الدرداء، ولم يذكر فضالة بن عبيد، وفي إسناده زياد بن محمد الأنصاري، قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. زياد بن محمد الأنصاري قال: بعدي لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة، وروى عنه الليث ابن نهيعة مقدار ما له لا يتابع عليه. هذه آفة الحديث، زياد بن محمد الأنصاري وآفة الحديث. يقول: من اشتكى منكم شيئا اشتكاه أخ له فليقل، أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا، يعني يا ربنا، يتوسل إلى الله جل في علاه، يا ربنا، قد يكون منصوبا أيضا يا الله، لكن هنا رفع الابتداء، رب يا ربنا الله الذي في السماء، وهنا فيه إثبات العلو لله جل في علاه، الله الذي في السماء، وفي هنا بمعنى على، بأن الله على العرش فوق السماء، والله فوق العرش على ما أنتم عليه. ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، يعني ربنا، يا ربنا، هو أنت الله الذي في السماء في العلو، وفيها إثبات علو الله جل في علاه. أو قال: تقدس اسمك، هنا تقدس اسمك سبحانه جل في علاه، فهو أسماء الله كلها حسنى فعلى من الكمال والجلال والبهاء والعظمة، هذه فيها أن أسماء الله جل في علاه غير مشتقة. تقدس اسمك، وهنا لما قال تقدس اسمك هذا جمع، لأن المفرد مضاف المفرد المضاف يعم، يعني أسماءك كلها تقدست. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أنت تأمر في السماء وتأمر في الأرض، وإذا أمر ربنا أمرا أو أراد الوحي سمع الملائكة سلسلة على صفوان، أخذت السماء منهم رعدة ورجفة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. أمرك في السماء والأرض سبحانك، لأن الله تعالى يأمر في السماء وفي الأرض، وهو الإله في السماء وفي الأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض، كما رحمتك في السماء، يعني رحمت بها الملائكة، فاجعل رحمتك في الأرض. والله جل وعلا قد أنزل 100 رحمة في الأرض، ترى واحدة، الله خلق 100 رحمة فأنزل رحمة منها في الأرض، منها يترحم بها الفرس، يرفع رجله عن وليده، من رحمة الله جل في علاه، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا، يعني خطايانا، كأنه قال: والمرض الذي نزل هو بلاء، والبلاء لا ينزل إلا بذنب. نعم، وليمكن الله من أحد إلا بذنب، ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. قال: اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فقال: أنت رب الطيبين، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه جل في علاه، ولا يكون طيبا إلا من وافق الشرع، ولا يكون طيبا إلا من وحد الله حق التوحيد، أخبث الناس على الإطلاق، من جعل الله أندادا ونظراء وشركاء، وأطيب الناس على الإطلاق، الذين أكملوا التوحيد بكماله الواجب وكماله المستحب، هم أطيب الناس، والذين أتوا بالعبادات وفق الشرع، وهم أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت رب الطيبين، وكأنه يقول بأنه ما كان من طيب يقوم بالتوحيد ويوافق السنن إلا بك، يعني برحمتك وتوفيقك، فليس لأحد أن يوفق إلا بك، ولا يسدد إلا بك.
أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وهي الرحمة الرحمة تعم، قال أنزل رحمة من رحمتك على هذا العبد يعني وشفاء من شفائك. وهذا أيضا فيه كما قلنا اعتقاد القلب بأن الذي يملك الشفاء هو الله جل في علاه. لذلك لما قال له الرجل إني الطبيب، قال أنت الرفيق لست الطبيب، طبيبها من خلقها. وفي الرواية الأخرى عن عمرو شعبي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأثبات، قال حدثنا حماد بن سلمة من الثقات، رأى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، والبخاري مقرونا لأنه تغير بآخره عن محمد بن إسحاق وصاحب السير فاعل، قال عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي سلسلة مشهورة كما قلنا الخلاف فيها عريض جدا. عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الفرق من الفزع كلمات، إذا حدث الفزع علمهم كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. طبعا علقه عليه هذا خطأ مبين، لأن التعليق هنا جاء من التمائم، وهنا عبد الله بن عمر بن العاص كان يفعل ذلك يعني تعويدا لهم، وقد قال بجوازه بعض العلماء، لكن الحق أن هذا زريعة، هو زريعة إلى التمائم، وهو كأنه من التمائم، وأيضا هو عرضة إلى أن الآيات أو كلام الله تعالى يعني يتلبس أو يكون صاحبه به في أماكن لا يجوز ذكر الله فيها، كدخول الخلاء وغير ذلك للأطفال، فالأمر في احتراز، وكما قال ابن مسعود أنه لا يجوز وهذا حرام من التعليق، لكن هذا الكلام على الدعاء. فكان من الفزع الذي يقع عليه يستعيذ بالله يعني يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وهنا أعوذ بكلمات الله، الكلمات هنا مضافة إلى الله في علا مضافة إضافة مباشرة، فإضافتها لله على إضافة معاني، وإضافة المعاني إضافة موصوف لصفة، إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف. قال أعوذ بكلمات الله التامة، وهذه فيها أيضا الكمال والجلال والبهاء والعظمة، من غضبه وشر والعوات كما قلنا هو صدق اللجأ لله جل في علا لدفع الضر، فهو كان يستعيذ يدفع الضر، هنا يستعيذ بكلمات الله، والاستعاذة بكلمات الله ليست الكلمات المستعاذ بها، وليست الكلمات التي تدفع عنه الضر، الكلمات وسيلة، هو يتوسل إلى الله بكلماته ليعيده الله جل في علاه. قال من غضبه وشر عبادي، من غضبه يستعيذ بالله من غضبه، هذه دلالة على الفقه أنه لا منجا لهم، لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، فلا بد أن يستعيذ بصفة من صفة. قال أعوذ بكلمات الله تمت من غضبه وشر عباده، وفي قول من شر عباده أدب مع الله جل في علاه، لا ينسب الشر لله، مع أن الشر الذي في العباد خلقه الله جل في علاه، الله خالق كل شيء، الله خلق والله خلقكم وما تعملون، ولكن نسبة الشر لعباده هو الأولى والأهم في هذا الباب. قال من غضبه وشر عباده، فنسب الشر لعباده، وهي كما قلنا الشر ليس إليك، لا ينسب إلى الله تعالى الشر، وإن كان قد خلقه وكونه وقدره كونا، لكن من الأدب ألا ينسب إلى الله جل في علاه، وإذا مرضت فهو أشفين، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، من همزات الشياطين من وساوس الشياطين، والهمز هنا الطعن والخطرات التي تخطر بالقلب يلج بين المرء وبين نفسه. قالوا أن يحضرون، وهو ذكر الله تعالى يجعلهم يخنسون، كما فسر ابن عباس في قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، قال خناس كلما ذكر الله خنس. وكما في الحديث أنه عندما يؤذن المؤذن يفر ويسمع له أدراط. الفوائد المستنبطة من ذلك يقول من شر عبادي من همزات الشياطين وأن يحضرون. قلنا بأن ما فعله عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن العاص الذي كان يفعل ذلك، ليس عبد الله بن عمر بن الخطاب. خطأ أن يقول عبد الله وكان عبد الله بن عمر، هو عبد الله بن عمر بن العاص كان يفعل ذلك ويعلقه على أعناقهم، بيان أن هذا خطأ وأن هذا من التمائم وأنه لا يجوز. الفوائد المستنبطة إثبات العلو لله جل وعلا، من حسن الدعاء التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إثبات الكلام لله جل في علاه، لا منجأ من الله ولا ملجأ
منه إلا إليه. ذكر الله مطرد للشيطان، ذكر الله مطرد للشيطان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.